يصعب إصلاح الاقتصاد بدون إصلاح السياسة. إذا تصورنا إنه الاقتصاد هو الظل وإنه السياسة هي العود، فالمثل بيقول لا يستقيم الظل والعود أعوجه. أنا كمصري بأحزن جداً لما أشوف مصر بتقتفي النموذج بتاع دبي. طب نموذج ناجح المفروض. لا، مين قال ناجح؟ نحكم موضوع التضخم ده إزاي؟ مين اللي هو هيتأذي من ضريبة التضخم؟ الأفقر. طب اللي بيقش ده من ضريبة التضخم اللي هو اللي بيطبع النقود. يعني الدولة بتستفيد من ارتفاع التضخم؟ السياسات العامة المطبقة في مصر في المجمل بتخلق الفقر والفقراء وبتزيد من التفاوت الطبقي. ليه اليسار والرؤية اللي بيمثلها عمرها مش بس ما حكمتش، ما تسيدتش حتى بعد ثورة 25 يناير؟ هنا بقى مشكلة اليسار في بلد زي مصر، وبلد أنا بقول يتنفس ديناً بين شاولتين. المشروعات دي من غيرها مش هنكون جاذبين للاستثمار. وكلام عن الاستثمار هنا استثمار عقاري بالدرجة الأولى. هذا الاستثمار لا يبني أمة.